مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لدينا عشان تعرفنا على اخبار الطقس النهارده بالتفصيل. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة، وفعلا دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض ملحوظ بدرجات الحراره. الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء، في كمان اضطراب للملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الجو برد فعلا يا دكتور، يعني وإحنا جايين الفجر النهاردة لا كان في انخفاض شديد في درجات الحرارة، مش مجرد بس يعني برد، لا في برد قوي كأننا في فصل الشتاء. هل الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة مستمر معانا الأيام اللي جاية؟ بالفعل يمكن احنا اليوم بدأنا نتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، بعد ما كنا بنتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية اللي كانت مأثرة أمس وأول أمس بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة. تحولت الكتل الهوائية إلى كتل هوائية شمالية مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط. طبعا في انخفاض آخر في قيم درجات الحرارة عن الأمس بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هحس بالأجواء الأشبه بالأجواء الشتوية بالفعل، لطيفة جدا خلال فترة النهار في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء معتدلة كمان على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترة النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، وهيكون في مزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، لأن الصغرى كمان فترة الليل هتنخفض ل 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى. المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة تحس بقيم درجات حرارة كمان أقل من ال 15 درجة مئوية. بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد بتوصل الصغرى فترة الليل يعني 10 و11 درجة مئوية، فبالتالي أيضا فترات الليل هنحس بأجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة زي ما بنقول فترة الصباح الباكر وساعات الفجر. كمان في نشاط نسبي للرياح اليوم هيؤدي المزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة. المهم يعني الرياح دي مش محملة بالرمال والأتربة زي امبارح. لا الحمد لله مش محمله باي اتربه ورمال مثاره، لانها جايه من على البحر المتوسط مش كتل هوائيه صحراويه، فالحمد لله ما فيش اي اتربه ورمال مثاره، لكن هتخلينا نحس بمزيد من البروده وانخفاض قيم درجات الحراره. كمان اليوم طبعا متوقع تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن خلال الساعات الماضيه بدا سقوط الامطار على بعض الاماكن من محافظه مطروح والاسكندريه وكفر الشيخ، لان اليوم متوقع أمطار ما بين خفيفة إلى المتوسطة على سواحلنا الشمالية، مرورا طبعا بمطروح، الإسكندرية، شمال الوجه البحري زي بحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. الأمطار على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى. كمان اليوم من حوالينا نوه على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لأنه لسه مستمر معانا اليوم، سرعات رياح بتوصل ل 60 كيلو متر على الساعة على البحر المتوسط، فبالتالي هيؤدي لارتفاع أمواج ما بين 3 إلى 4 متر. البحر المتوسط أيضا اليوم غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية أو أي أعمال تنزه. كمان البحر الأحمر اليوم مضطرب، ارتفاع أمواج ما بين 2.5 إلى 3 متر، وغير مؤهل أيضا لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. يمكن الأجواء النهاردة هتكون أشبه بالأجواء الشتوية. نكمل معانا بكرة كمان انخفاض قيم درجات الحرارة، يعني لسه في استمرار للإحساس بالبرودة مستمر معانا بكرة الثلاث كمان إن شاء الله، لكن بكرة هيحصل اعتدال في سرعات رياح بشكل كبير، فتبدأ تنتهي الاضطراب اللي على البحرين، اضطراب الملاحة البحرية، هيكون في عودة للشبورة المائية بشكل كبير بسبب طبعا اعتدال سرعات الرياح. شبوره مائيه هتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وممكن تكون كثيفه احيانا وتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، لكن هنظل على مدار هذا الاسبوع كله نحس بانخفاض قيم درجات الحراره، لان حتى نهايه الاسبوع درجات الحراره خاصه فترات الليل منخفضه بالشكل الكبير. يمكن نحس شويه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس
مع نهاية الأسبوع إن الجو دافي فترة النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها برودة. فعشان كده إحنا بننصح كل المواطنين إن إحنا خلاص نبدأ نرتدي الملابس الشتوية بالفعل، خاصة لو إحنا بنخرج فترة الصباح الباكر أو في ساعات الليل المتأخرة، الأوقات دي بتبقى فيها برودة بشكل كبير، فلازم ناخد بالنا بالشكل الكبير طبعا، تجنبا كمان لنزلات البرد. ومهم مهم كمان القيادة تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع الشبورة المائية، لأنها تكون الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة بإذن الله. يعني لما فر خلاص يا دكتور لازم نطلع الهدوم الشتوي ونشيل الهدوم الصيفي، ده كل البيوت المصريه بيكون فيها دي يعني ايه ماساه كبيره في الوقت ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 22 الصغرى 15، العاصمه الاداريه 23 14، الاسكندريه 21 14، العلمين الجديده 20 13، مطروح 19 14، دمياط 21 16، بورسعيد 21 16، اسماعيليه 22 14، السويس 22 14، العريش 20 14، كاترين 17 7، طابا 21 15، حلايب 26 22، شلاتين 28 22، شرم الشيخ 26 18، والغردقه 25 16، الفيوم 22 12، بني سويف 22 12، الوادي الجديد 26 11، اسيوط 23 11، سوهاج 24 13، قنا 26 13، الاقصر 26 14، واخيرا اسوان 27 15. بناكد على حضراتكم مره ثانيه ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره مع سرعه للرياح، فهنخلينا نحس بدرجات الحراره المنخفضه شويه، لكن كمان بناكد على ان الملاحه البحريه على البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط مضطربه الى حد كبير، فنتوخى الحذر وكمان نرتدي الملابس الثقيله في الساعات المتاخره من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مره ثانيه لجمانه ومصطفى علشان نكمل معاكم في قناه صباح الخير يا مصر. شكرا. 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 شكرا.